بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا أن أكون معكم اليوم في موضوع مهم جدا بعنوان ليست إنفلونزا الخنازير. ما هي القصة؟ في عام 2009 إيش اللي حدث؟ حدثت هناك جائحة للإنفلونزا في المكسيك. اللي حدث إنه هناك خنزير أكرمكم الله وأجلكم الله أصيب بإنفلونزا الخنازير. جاء له طير كان مصاب بالإنفلونزا فعاد الخنزير، فأصيب الخنزير أيضا بإنفلونزا الطيور. جاء له إنسان كان مصاب أيضا بإنفلونزا البشر فأعدى الخنزير، فأصيب الخنزير أيضا بإنفلونزا البشر. فاختلطت هذه الثلاثة الفيروسات اللي هي إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الإنسان في خلية واحدة في الخنزير، فحصل تغير في هذا الفيروس فنتج وولد فيروس جديد يومها. هذا الفيروس الجديد أول ما أطلقوا عليه التسمية سموه الإنفلونزا المكسيكية. زعلوا المكسيكيين قالوا كيف تسموها إنفلونزا المكسيكية؟ فقالوا علشان خاطركم لا نغيرها فسموها إنفلونزا الخنازير. هذه الإنفلونزا الخنازير بدأت تنتشر من إنسان إلى إنسان. في عام 2010 أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة الإنفلونزا الخنازير تماماً، وأصبحت من 2010 هناك إنفلونزا موسمية زيها زي أي إنفلونزا في العالم، كل سنة تأتي في فصل الشتاء. طيب ما هي الإنفلونزا الموسمية هذه؟ الإنفلونزا الموسمية هي عبارة عن فيروس، الفيروس ذا لديه القدرة أنه يغير نفسه ويغير شكله ويصيب الجهاز التنفسي العلوي. عندما يصيب الجهاز التنفسي العلوي تأتي هذه الأعراض، والأعراض الرئيسة له أنه هناك حمى تصل درجة الحرارة مرتفعة إلى أكثر من 38.5 درجة. العرض الثاني المهم جدا يكون هناك سعال جاف، والعرض الثالث المهم أن يكون هناك تكسير في المفاصل. هذه الثلاثة الأعراض الرئيسة للإنفلونزا الموسمية، يصاحبها طبعا الرشح ويصاحبها التعب، الأعراض المصاحبة لها. مدة المرض هذا الطبيعي اللي يحصل في كل سنة عند الناس الطبيعيين من إلى 5 أيام، بعد 5 أيام يشفى الإنسان تماما من هذا المرض. اللي يحصل كالآتي، طيب ليش الخوف والهلع من هذه الإنفلونزا؟ هناك في ناس في المجتمع أكثر عرضة للمضاعفة وللخطورة. كيف أكثر عرضة للمضاعفة والخطورة؟ إن الإصابة بدل ما كانت في الجهاز التنفسي العلوي أصبحت في الجهاز التنفسي السفلي، فأصبحت هناك الإنفلونزا نزلت إلى الشعب الهوائية وإلى الرئتين. إذن عاوزين نعرف من هم هذا الناس اللي أكثر عرضة للمضاعفات. أول ناس اللي هم الكبار في السن اللي عمرهم فوق 65 سنة أكثر عرضة أنه تحدث عندهم مضاعفات. ليش؟ لأنه جهازهم المناعي أصبح ضعيف. الناس العرضة للمضاعفات أيضا الأطفال أقل من 5 سنوات لأنه أيضا جهازهم المناعي ضعيف. الناس الفئة الثالثة اللي تعرضوا لهذه المضاعفات النساء الحوامل لأنه كمان جهازهم المناعي ضعيف. الأمر الرابع والمهم جدا، الناس الذي لديهم أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي، حساسية صدر وغيره، هؤلاء عرضة أيضا يحصل لهم مضاعفات. الأمر الخامس والمهم جدا، أن الناس اللي بيستخدموا أدوية مثبطة للمناعة زي الكورتيزون بيستخدموها لفترة طويلة، دول أيضا عرضة لحدوث هذه المضاعفات. طيب الآن عاوزين نعرف كيف ينتقل هذا الفيروس. هناك طريقتان لانتقال الفيروس، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. طريقة مباشرة عن طريق العطس، للأسف واحد مصاب بالإنفلونزا يعطس في وجه واحد فانتقلت الإصابة له. الطريقة الثانية المباشرة أيضا عن طريق أن واحد مصاب بالإنفلونزا فيجي يسلم على واحد ويبوسه فتنتقل هذه الإصابة. الطريقة الغير مباشرة مهمة ولا بد نركز عليها، أنه واحد مصاب عطس في إيده، لما عطس في إيده جاء شخص آخر سلم عليه فأخذ الإصابة منه، هذه طريقة. الطريقة الثانية غير مباشرة وهي مهمة جدا، لو واحد عطس في مكان عام مثلا الفيروس ده عنده قدرة انه يجلس على الأسطح لساعات طويلة، فتخيلوا ممكن يجلس على العربات اللي في السوبر ماركت، على السلالم، على المكاتب، على التلفون. فلو واحد عطس والفيروس ده حيجلس ساعات طويلة جاء واحد ثاني حيأخذ الإصابة. الأمر الآخر، كيف نقي أنفسنا من هذا الفيروس؟ هناك 5 خطوات رئيسة ومهمة جدا، لو اتبعناها حنستطيع أن احنا نحمي أنفسنا. أول، نريد أن نؤسس لثقافة أنه العطس بالمناديل، الأوروبيين يسموها والغرب يسميها الكاف إتيكيت، أنه آداب السعال، لا تعطس في وجه أخوك، إذا ما فيش معك منديل أعطس بكوعك بهذا الشكل. الأمر الآخر، لا تلامس عينك أو أنفك،
بحيث انه ممكن ينتقل الفيروس. الامر الثالث نريد ان نعزز ثقافه شرب السوائل. ليش شرب السوائل؟ لانه الشخص ده بيكون عنده سعله جافه، السعله الجافه ممكن تعمل تجريح في الجهاز التنفسي فحيكون يؤدي الى انتشار الفيروس والى حدوث اصابه بكتيريه. بالتالي شرب السوائل حيزود الافرازات في الجهاز التنفسي، وبالتالي حتتحول السعله الحاده الى سعله رطبه، وبالتالي حتخف احتماليه انتقال الانفلونزا او المرض. الامر المهم الاخر انه نبتعد عن الاماكن المزدحمه. للاسف احنا اليمنيين اماكن القات لابد نزدحم عليها. لو واحد عنده انفلونزا ودخل في مجلس قات وعطس حيعدي عدد كبير. النقطه الخامسه وهي الثقافه التي نريد ان نعززها لدى مجتمعنا، غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار. هذه ثقافه حتمنع الانفلونزا وحتمنع عده امراض ان نصاب بها. لا بد من تعزيز هذه الثقافه لدى المجتمع. النقطة السادسة هي التطعيم. التطعيم حقيقة هو موسمي، وهذه نقطة مهمة، بمعنى أنه كل سنة في تطعيم جديد. التطعيم السنة الأولى ما عاد ينفعش، لأنه الفيروس زي ما قلنا في البداية يغير من شكله. في الأخير أختم بحاجة في منتهى الأهمية، مضاعفة خطيرة لابد ننتبه لها جميعا، وطرحتها في معادلة حتى تسهل. إنفلونزا زائد إسبرين في الأطفال حيؤدي، ممكن يؤدي إلى متلازمة يسموها متلازمة راي أو نسميها ريز سيندروم. هذه المتلازمة إيش اللي يحدث فيها؟ الطفل هذا إذا أعطيناه إسبرين وعنده إنفلونزا حيحصل عنده التهاب في الكبد والتهاب في المخ، وبالتالي ممكن يدخل في غيبوبة وتؤدي إلى الوفاة. نرجو للجميع السلامة وشكرا جزيلا لكم.